إذا أكلت الطعام فطول أكلك ولا تبخل على الطعام. ويقول له بعدين إذا أكلت الطعام، والله نسيت، فلا تملأ أن معدتك طعاما، ودع للماء موضعا وللريح مجالا، وإذا أكلت الطعام ورفعت يديك منه فاحمد الله وارفع بذلك صوتك يحمده سواك فيعظم بذلك أجرك. إحنا لا ننسى الأكل، أداب الأكل، يعني حتى برمضان الواحد هو قاعد يذكر عياله أهله، لأن تصير هوشة على السفرة، تصير دمار يعني، خاصة الحساوية. ونفس الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يعني أنا أقوم من الصفرة وأنا فعلا. دكتور، هذا قالها الرسول سيدنا عمر بن الخطاب. والله سيدنا يعني عمر حديث شريف. إيه؟ حديث يعني بغض النظر ينبلى يمكن. أي سيدنا عمر قالها، قال إحنا لا نأكل حتى نجوع، وإن أكلنا لا نشبع. والله ما أدري. أنا المهم إن نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يعني جميل. حنا طبعاً هم ردين لكم في جانب آخر، في يعني بالدكتور حسين، من ضمنها يعني صوت صفير البلبل هيج قلب الثملي، الماء والزهر معاً في زهر ورد المغلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم فتنني. نكملها لكم بعد الفاصل نرجع لكم. لا، وجن الجنتين دان. النهر يطلب جنتين. لا عندي. احنا طبعاً مرة ثانية نرجع مع ضيفنا العزيز الدكتور حسين دشتي. كلام جميل عن طريقة الأكل والفكرة الغذائية عندنا سيئة. دكتور أشكرك، ما نعرف ناكل، واضح صحيح. أنا تو ثقافة غذاء يعني. إيه بفاصل أقول لك، الظاهر فعلا ما كان عندنا أكل قبل الظاهر، ويتنا الأغذية هذه عرفت إيه، الفاكهة وزيادة اللحوم، فبدينا ناكل بشراهة موجودة، وقبل العشاء والغداء كل يوم ذبايح وأكل أنا أتكلم فيه. قبل كلش أساس شيء ما صار. تسلم. على أساس كذي ما صار في تثقيف عن طريقة. والله أكل وجهة نظري، أكل اللي تبي بس مارس الرياضة. هذه نظرية سليمة دكتور، ان اكل اللي تبي ومارس الرياضه. اكل اللي تبي اهم من اكل شيء اللي من صالحك يعني مفيد لك. يعني في اكل مضر دكتور؟ اوه طبعا. شلون يعني؟ الاكل مثل الادويه، انت ما تاخذك حبه يمكن ترتاح، تاخذك 10 حبات يمكن تموت. صحيح. طبعا نفس الشيء ترى، انت اكلك اوكي، تاخذك غنشه عيش اوكي، اخذ لك صحن، ايش حاجه تاخذك 4 صحون وانت شبعان؟ زين عمرك شفت واحد مات والله انه اكل عيش؟ كل اللي يموتون سبب السمنه سببها الاكل. نعم او نعم الافراط في الاكل، الافراط السمنه 90% من الناس اللي يموتون سببها السكر، سببها زياده في الكوليسترول، سببها امراض القلب، سببها الاملاح، كل امراض القلب عمي لها علاقه بالسمنه، لها علاقه بالاكل. نعم دكتور. دكتور انا بسالك سؤال، يعني انا ملاحظ معده بيت الداء يقولون. انا ملاحظ شيء غريب. نعم. الحين مثلا احنا نتكلم عن موائد رمضان، خل موائد الدخل المحدود، تشريبه ما ادري شنو، مثلا انت تزور شيخ او تاجر او واحد يعني وجيه، تشوف سفرته فل يعني من ما لذ وطاب، الاكل الجيد والغير جيد، بس ما ياكل. تساله تقول له مثلا ليش ما تاكل؟ يقول لك انا اكل بعيني، في رابط يعني ذهني اني انا ممكن اشبع امتع عيني بدون ما اكل كل اللي على السفره مثلا. والله ما ادري. في رابط نظره فلسفيه هذه، ما ادري دكتور، بس في رابط 100% يقول لك علميا، يقولون بان في رابط ما بين الكاكاو والعاطفه، دراسات قدمت فيها المسافة. أعتقد الرابط هذا موجود. أكثر واحد أكل فليك، ما عندي عاطفة. رومانسية. دراسات شيء والأشياء الثانية شيء، وهو في علاقات في عندنا في الهايبوثالامس، في تحت المهاد يسمونه منطقة في المخ. نعم. هني طبعا مسؤول عن الحلو عن مو حلو، والله لما تأخذك شيء حلو الشيء المخ يفرز لك شيء حلو يسمونه سيروتونين. ها. نعم. هذا تحس باللذة. أي. لذته بسيطة تنتهي بانتهاء الأكل الحلوة. نعم. تروح تأكل لك حلوة ثانية عشان هم تشيج. السيروتونين هم يطلع لك. ها. نفس الشيء لما تأكل لك خبز وعيش هم هذا يخلي هالهرمون يطلع. نعم. فعلى هالأساس احنا ناكل، فلما ينزل سيروتونين تروح تأكل. دكتور البرامج اللي طلعت كثيرة، يعني وايد من
اللي بعضه يعني بعضهم في دكتور بعضهم احنا الحين قمنا نسمع اختصاصي 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 سمعنا برامج كثيره يعني في الرجيم وغيره. في برنامج انا سمعته يقول لك اخدع مخك يصير وقت الغداء حط نفس الاكل اكل اول صح صغير يقول صح بعدين وخر فانت تخدع المخ. انا سويتها خدعت مخي خرطي ماكو مخ تقدر تخدعه يخدعك. برنامج دكتور حسين دشتي النجاحات اللي حققها انا ادري ان لك يعني يعني انت لك وجهه نظر في المشرط نعم ان انت ضد العمليات اللي قاعد تصير الحين في تكميم وغيره وغيره. برنامجك ايش كثر نجح بعد تطبيقه من هذه المده؟ يعني انت الان اكيد عندك احصائيات دكتور. ايش كثر نجح برنامج دكتور حسين دشتي؟ والله ابو انور البرنامج مو برنامجي انا يعني اساسا. خل اقول لك انا خل اعطيك نبذه تاريخيه مع ان تذكرتها مره بس زين لاول مره خل اقول الموضوع. نبذه تاريخيه ان اول ما بدا البرنامج كان سنه 1860 تقريبا. الاتكنز هذا قبل اتكنز قبل 10-20 سنه بس. هذا سنه 1860 يعني قبل 160-170 سنه. هذه بالبحوث عندك؟ اي لا موجود. هذا نفس الشخص كان بانتينج اسمه. الشخص اسمه بانتينج. هذا الشخص كان سمين كان وايد متين كان وزنه فوق ال 500 باوند. اشكرك. 500 باوند 500 رطل 250 كيلو تقريبا وزنه. السمنه مساعي اخوي ناصر يقول لي انه ما تسبب المشاكل. تسبب مشاكل تسبب كل المشاكل وتسبب الاكل والسمنه. المهم هذا صاحبنا بانتينج من اثر السمنه من كثر ما كان متين اثر على سمعه ما قام يسمع. مو بس على السمع يأثر على الجنس يأثر على كل شيء أنت توقعه فيه على السكر على الكوليسترول على القلب على كل شيء بجسمنا. أي مرض يبه لعلاقة بالسمنة ما في روح تعال يعني مو أنا أقول علميا ثبت. المهم صاحبنا هذا اللي قلت لك قبل 180 سنة بانتين كان كوسمين أثر على السمنة وقام ما يسمع. شاروا عليه على دكتور الأنف والأذن والحنجرة كان طبيب أخصائي في إنجلترا في سكوتلندا عفوا اسمه ميرفي اسم الدكتور ميرفي واسم المريض بانتينج. قالوا له روح حق الدكتور خلي شوف ايش عندك ليش ما قاعد تسمع عدل. راح مر على الدكتور اللي اسمه ميرفي صاحبنا ما طول السالفة قال له يبقى شوف وخر كل النشويات. هذا الطبيب قال حق منو صاحبنا المريض بانتينج امتنع عن كل المفن الانجليزي البطاطا الانجليزي الخبز الانجليزي مش عارف ايش وخر عنهم وتعال زورني عقب 6 أشهر. هذا الكلام اللي موجود ودوكيومنتد من غير ذلك ايه برهان براهين يعني كتاب. صاحبنا هذا سمع كلام الطبيب بانتينج وعقب 6 أشهر قتله تقريبا 70 باوند او 80 باوند ما اتذكر عقب 6 أشهر. ألف كتاب المريض نفسه هذا اللي أنا استأنس وطابت إذنه إي راح كل شيء. ألف كتاب اسمه الرسالة للسمنة. هذا المريض اللي سنة 1865 ألف كتاب. فإذا الموضوع كان قبل أتكنز نعم. زين تطور الوضع صار له سنة 1920 أول حالة يعتبر هذا أول كتاب للرجيم أول كتاب يطبق برنامج الكيتوني اوكي عن هذا البانتينج. انا عندي حتى بالكتاب اللي جايبه في تشوف الصفحه الاولي حاط عنه رساله للسمنه. اتطور الوضع لسنه 1912 استغربوا في مجله طبيه القلب الانجليزي اكتشفوا ان سكته قلبيه يكتبون لاول مره سكته قلبيه تكتب عنها. يعني احنا يوميا سكته قلبيه الحين بالالاف هناك حاله كتبوا عنها. كانوا يموتون الناس بسبب التهابات ها بالقلب. ما كانوا يموتون بسبب الكورونري هارد ديزيز. ما كانوا يموتون بسبب تضييق الشرايين ابدا. هذا سنه 1900 التهابات كان نعم التهابات 1912 نعم. تطور الوضع انا اعطيك نبذه تاريخيه 1920 يابو شافوا ان هالموضوع هذا البرنامج الغذائي اللي توخر عن النشويات توخر عن الدهون توخر عن الخبز والعيش والخرابيط وتكثر من الدهون وتكثر من البروتينات يقيك من امراض كثيره بما فيهم مرض الصرع. يابوا اطفال اللي كان اباء فعلا يتاذون ويشوفون عيالهم متاذين نوبات الصرع من ادويه من امراض الصرع نعم. امراض الرجفه والدوخة. الصرع يورط دكتور
امراض يعني صرع في مشكله في في هذا بس المهم امراض عندهم يعني اطفال فيهم امراض يمكن يد عنده او اجداد عنده في يمكن جينات يا ابوهم ذول المصابين المهم يا ابوهم طبقوا عليهم البرنامج هل يا حال اللي عمرهم 4 و8 سنوات وقفوا النشويات وخروا عنهم الخبز والعيش بتاتا ودخلوا لهم 70-80% دهن ما الحين اللي تحجون دهن 80% دهن ودخلوهم بالمستشفى عقب 6 أشهر كلهم طابوا من امراض شو اسمه هذا في العشرينات نعم هذا سنه 1920 والحين احنا كم سنه الحين صار لنا تقريبا 90 سنة الحين حتى في السعوديه في مراكز تعالج الناس في امراض في امراض الصرع بالكيتون في انجلترا في امريكا في مراكز علميه تعالج الناس في امراض الصرع بسبب هذا احنا ما عندنا دكتور ما عندنا كذا مره قلت حق زملائنا تعال سوى بحاذا يا اخي ايش عندك دخلهم بالمستشفى واخر عنهم عن هذا وشوفوا متخصصي انا الامراض النفسيه هو تابع الامراض النفسيه امراض العقليه فبالتالي يعالجون الناس في هذا ما في روح تعال ممتاز زين بدا شيء حلو قاعد امشي معاك وصلنا الى 1936 الصناعات بدات تطلع الدوائيه صناعات عامه حق الاكل حق الدوائيه حق مصانع تطور الاكل العالم. الاكل قبل كان مثلا ياخذون العيش والخبز كل المواد الجيده فيه هيكله الاطعمه سواها 36 يعني كانوا يشيلون الفيامين يشيلون الاشياء الجيده ويعطونك الابيض الخالي الابيض العيش اللي احنا ناكله كنا فار ها ناكله وندوخ نطيح الابيض ها والشيء الزين شايلينه النخاله مشول عدل ولا لا ممتاز صحيح عدل ولا امراض بدات تزيد امراض القلب بدات تزيد نسبه كبيره وصلوا الى سنه 1936 لا يومك هذا كل ما جددوا وقالوا والله هالاكلات في قليل النشويات في قليل الدهون فيها زياده سكريات والامراض امراض القلب زادت ما عندي الاحصائيه مع الاسف حليب قليل الدسم حليب كل خربطه العالم كلام انا معناه شنو معنى هذا قليل الدسم ما قليل الدسم اكو دكتور في امريكا حتى الان موجود قام يراجعونه انت تقول كل شيء قليل الدسم زين هذا متى يعيش على قليل الدسم لمتى اساس اللوفات اي فبالتالي يا سنه 1970 فاذا الامراض زادت امراض القلب بالذات زادت من التطور قاعد تزيد الامراض من المصانع لما هيكلوا الاطعمه الى خربطوا الدنيا زادوا تقريبا حتى من اعتقد من 1 مليون إلى 5 مليون عمليه جراحيه قلب ما اتذكر الموضوع فما بدي اتكلم انت دكتور برنامجك احييت هذا هالموضوع الموضوع احييته في اي سنه اي يا من هو عاد اتكنز روبرت سي اتكنز روبرت كان طبيب قلب عشان هذا هم قاعد يتهمون الريال بالخطأ يعني مع الأسف نعم. روبرت أتكنز كان قاري موضوع في مجلة طبية أمريكية إن أنت لو توخر النشويات والحلو عن الشخص تعالج الدهون تعالج السكر تعالج الضغط والوزن ينزل هذا ماخذه مو هو تأليفه ولا شيء ماخذه من مجلة طبية أمريكية سنة 1970 ألف كتاب ثورة أتكنز ناس وفعلا بدأوا ناس ينزلون طبعا مو معقول أنت تقول وخر النشويات بطاط شركات الزراعة كلها طاحت مش عارف إيش البيض صار عليه إقبال أكثر من اللازم ها لأن البرنامج أتي المهم فقام يحاربوا إذن هناك في مصالح حتى تجارية دخلت في أنها توقف هذا برمجة 100% تجارية مثل ما حاربوا الدكتور حسين قالوا ترى دير بالك يضرب لك الكلى مدري السكر هذا كله مو صحيح مو صحيح فإحنا يانا بالكويت شنو إحنا يمع جراحين دكتور هلال الصاير وزير الصحة دكتور ناجي الزيد نعم بروفيسور كلهم بروفيسور ناجي سعود الزيد دكتور عبد الله بهبهاني دكتور موسى خداده موسى خرشيد عندنا مجموعه من الاطباء زملاء في اطباء ناس اتذكر طالب دكتور نعم. سامي اصفر نعم. في مجموعه اطباء احنا قلنا يا جماعه ليش ما نطبق البرنامج علينا وعلى الناس اللي موجودين سمنا عندنا وسوينا مكتب تدريب واستشارات في كليه الطب نقابل الناس الامتان وعقب 12 اسبوع يسكروا سووا لنا مشكله وما يعني شلون ياخذ فلوس المهم عقب احنا استفدنا عقب 12 شهر
عقب 12 دكتور وانت قاعد تسولف خلينا نقوم نقعد مكاننا بعد 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 12 اسبوع وقفوكم بعد من اللي وقفكم دكتور لا الحين الموضوع من اللي وقفكم دكتور الحين اقول لك سالفه يلا التدخين شلون التدخين والله انا وقفته وانت وقفت الحين دكتور ابو انور دخن جدا